سافر وتمتع واحفظ الله أينما كنت. أمانك في التزامك وسعادتك في استقامتك. فلحظة يا أبويا بالتذاكر. هذا لكم. مشكور يا أبو. هلا يا أبو. أنت السفر. أنا أقول لك. وهذا حقكم. شنو الورقة يا أبو؟ وين التذاكر؟ إجازتنا هالسنة حلوة. نصها بالديرة ونصها أبناؤنا يسعدون بالتواصل مع الوالدين. بهم تحلو الحياة، فلا تعكرها ببعدك عنهم. هلا أبو علي. صج؟ حصلت تذاكر حسب المخطط اللي قلناه؟ إيه، بس في تعديل بسيط لكنه مهم. قولي. ويا ليت يكون اللي ببالي. الحمد لله، ألف حمد وشكلك يا رب. عاد تصدق يا أبو علي، هذا اللي كان ببالي. الحمد لله. يلا مع السلامة. يلا يعطيك العافية. حياك الله. هلا ومرحبا. جميلة صحبة الأهل، فاجعلها أجمل بين مكة والمدينة. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة. يبا يبا، كيف شعبت يا ناجح؟ صحيح. مبروك مبروك، وإن شاء الله يوم تخرج من الجامعة يا ولدي. إن شاء الله يا رب. ها يبا، ودك تسعد فيها؟ يبا، بدي أسعد فيها بس وياك. إن شاء الله. الإجازة فرصة قيمة للاقتراب من الأبناء. قربك منهم عبادة، وترويحك عنهم سعادة. وأخيراً رديت لديرتي الحلوة الحبيبة الكويت. ما بقى من سنوات الدراسة في الخارج إلا هالصور اللي كانت وراها الذكريات والمواقف والمشاعر. أحمد الله أني نجحت بالدراسة، وأحمد الله إن ثوبي النظيف الطاهر اللي سافرت فيه رديت فيه ما تلطخ وظل نظيف. يوم كنت أشوف المغريات كنت أذكر الله وأحفظ نفسي، ويوم كنت أعيش المواقف كنت أتصرف بروح ديرتي وأتذكر منو أنا ومنو أبوي ومنو عائلتي. في علاقاتي مع الناس كنت أحط ببالي إني في الغربة ماني بروحي، علشان كذي كنت أعتبر أي تصرف غير لائق راح يتسجل علي وعلى الكويت. في كل المناسبات كنت أحس أني قاعد أمثل بلدي. عندما تغادر الوطن أحمله معك. نجاحك في التمسك بدينك وعدم الإساءة لوطنك. هاي يبا، ما نسيتوا شيء؟ لا يبا، ما نسيتوا شيء. وانت يبا، جوازك معك؟ يبا انا كا جوازي وياي، المهم انتو هذا وياكم. يبا. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. سبحانك اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال
والأهل والولد. للسفر رفيق فليكن الله. سافر وتمتع واحفظ الله أينما كنت. أمانك في التزامك وسعادتك في استقامتك. أبناؤنا يسعدون بالتواصل مع الوالدين، بهم تحلو الحياة، فلا تعكرها ببعدك عنهم. هلا أبو علي، صدق؟ حصلت تذاكر حسب المخطط اللي قلناه؟ إيه، بس في تعديل بسيط لكنه مهم. قول لي ويا ليت يكون اللي ببالي. الحمد لله، الف حمد وشكلك يا رب. عاد تصدق يا ابو علي هذا اللي كان ببالي. الحمد لله. يلا مع السلامه. يلا يعطيك العافيه. حياك الله. هلا مرحبا. جميله صحبه الاهل، فاجعلها اجمل بين مكه والمدينه. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة. يبا يبا كيف شعرتي نادر؟ صحيح؟ أشوف. مبروك مبروك، وإن شاء الله متخرج من الجامعة يا ولدي. إن شاء الله يا رب. الإجازة فرصة قيمة للاقتراب من الأبناء. قربك منهم عبادة وترويحك عنهم سعادة. طيبة ما نسيتوا شيء؟ لا يبا ما نسيت شيء. وانت يبا جوازك معك؟ يبا انا كا جوازي وياي، المهم انتو هذا وياكم. يبا. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. سبحانك اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. للسفر رفيق فليكن الله. Oh.
وأخيرا رديت لديرتي الحلوة الحبيبة الكويت. ما بقي من سنوات الدراسة في الخارج إلا هالصور اللي كانت وراها الذكريات والمواقف والمشاعر. أحمد الله أني نجحت بالدراسة، وأحمد الله أن ثوبي النظيف الطاهر اللي سافرت فيه رديت فيه ما تلطخ وظل نظيف. يوم كنت أشوف المغريات كنت أذكر الله وأحفظ نفسي، ويوم كنت أعيش المواقف كنت أتصرف بروح ديرتي وأتذكر منو أنا ومنو أبوي ومنو عائلتي. في علاقاتي مع الناس كنت أحط ببالي أني في الغربة ماني بروحي، علشان كذي كنت أعتبر أي تصرف غير لائق راح يتسجل علي وعلى الكويت. في كل المناسبات كنت أحس أني قاعد أمثل بلدي. عندما تغادر الوطن أحمله معك. نجاحك في التمسك بدينك وعدم الإساءة لوطنك. هلا أبو علي، صج؟ حصلت تذاكر حسب المخطط اللي قلناه؟ إيه، بس في تعديل بسيط لكنه مهم. قول لي ويا ليت يكون اللي ببالي. الحمد لله الحمد، شكلك يا رب عاد تصدق يا أبو علي هذا اللي كان ببالي. الحمد لله. يلا مع السلامة. يلا يعطيك العافية. حياك الله. هلا مرحبا. جميلة صحبة الأهل فاجعلها أجمل بين مكة والمدينة. هايبا ما نسيتوا شيء؟ لا يبا ما نسيتوا شيء. وانت يبا جوازك معك؟ يبا انا كا جوازي وياي، المهم انتو هذا وياكم. يبا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. سبحانك اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. للسفر رفيق فليكن الله. وأخيرا رديت لديرتي الحلوة الحبيبة الكويت. ما بقي من سنوات الدراسة في الخارج إلا هالصور اللي كانت وراها الذكريات والمواقف والمشاعر. أحمد الله أني نجحت بالدراسة، وأحمد الله أن ثوبي النظيف الطاهر اللي سافرت فيه رديت فيه ما تلطخ وظل نظيف. يوم كنت أشوف المغريات كنت أذكر الله وأحفظ نفسي، ويوم كنت أعيش المواقف كنت أتصرف بروح ديرتي وأتذكر منو أنا ومنو أبوي ومنو عائلتي. في علاقاتي مع الناس كنت أحط ببالي أني في الغربة ماني بروحي، علشان كذي كنت أعتبر أي تصرف غير لائق راح يتسجل علي وعلى الكويت. في كل المناسبات كنت أحس أني قاعد أمثل بلدي. عندما تغادر الوطن أحمله معك. نجاحك في التمسك بدينك وعدم الإساءة لوطنك.
سافر وتمتع واحفظ الله أينما كنت. أمانك في التزامك وسعادتك في استقامتك. فلاحظر يا أبويا بالتذاكر. هذا لكم. مشكور يا أبو. هلا يا أبو. متى السفر؟ أنا أقول لك. وهذا حقكم. شنو الورقة يا أبو؟ وين التذاكر؟ إجازتنا هالسنة حلوة. نصها بالديرة ونصها أبناؤنا يسعدون بالتواصل مع الوالدين. بهم تحلو الحياة، فلا تعكرها ببعدك عنهم. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة. يبا يبا جيش عارتي نادي مبروك مبروك، وإن شاء الله يوم تخرج من الجامعة يا ولدي. إن شاء الله يا رب. ها يبا، ودك تسعد فيها؟ يبا، بدي أسعد فيها بس وياك. إن شاء الله. الإجازة فرصة قيمة للاقتراب من الأبناء. قربك منهم عبادة، وترويحك عنهم سعادة. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة. يبا يبا جيش عارتي نادي. مبروك مبروك، وإن شاء الله يوم تخرج من الجامعة يا ولدي. إن شاء الله يا رب. ها يبا، ودك تسعد فيها؟ يبا، بدي أسعد فيها بس وياك. إن شاء الله. الإجازة فرصة قيمة للاقتراب من الأبناء. قربك منهم عبادة، وترويحك عنهم سعادة. هلا أبو علي. صج؟ حصلت تذاكر حسب المخطط اللي قلناه؟ إيه، بس في تعديل بسيط لكنه مهم. قول لي، ويا ليت يكون اللي ببالي. الحمد لله، ألف حمد وشكلك يا رب. عاد تصدق يا أبو علي، هذا اللي كان ببالي. الحمد لله. يلا مع السلامة. يلا يعطيك العافية. حياك الله، هلا مرحبا. جميلة صحبة الأهل، فاجعلها أجمل بين مكة والمدينة. يبا ما نسيتوا شيء؟ لا يبا ما نسينا شيء. وانت يبا جوازك معك؟ يبا انا كا جوازي وياي، المهم انتو هذا وياكم. يبا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. سبحانك اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا، واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل. اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر، وكآبة المنظر، وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. للسفر رفيق فليكن الله.
وأخيرا رديت لديرتي الحلوة الحبيبة الكويت. ما بقي من سنوات الدراسة في الخارج إلا هالصور اللي كانت وراها الذكريات والمواقف والمشاعر. أحمد الله أني نجحت بالدراسة، وأحمد الله أن ثوبي النظيف الطاهر اللي سافرت فيه رديت فيه ما تلطخ وظل نظيف. يوم كنت أشوف المغريات كنت أذكر الله وأحفظ نفسي، ويوم كنت أعيش المواقف كنت أتصرف بروح ديرتي وأتذكر منو أنا ومنو أبوي ومنو عائلتي. في علاقاتي مع الناس كنت أحط ببالي أني في الغربة ماني بروحي، علشان كذي كنت أعتبر أي تصرف غير لائق راح يتسجل علي وعلى الكويت. في كل المناسبات كنت أحس أني قاعد أمثل بلدي. عندما تغادر الوطن أحمله معك. نجاحك في التمسك بدينك وعدم الإساءة لوطنك. سافر وتمتع واحفظ الله أينما كنت. أمانك في التزامك وسعادتك في استقامتك. أبناؤنا يسعدون بالتواصل مع الوالدين، بهم تحلو الحياة فلا تعكرها ببعدك عنهم.